شرفتني يا استاذ. انا ماني مصدق عيوني، معقول الاستاذ بسام حمدي يزورني بالبيت ويتعشى عندي؟ ما عم بقدر صدق يا جماعه. يا سيدي تشكر، الله يخلي لي اياك، هذا من اصلك الطيب. صراحه استاذ يعني نحن ما بيعجبنا بالتلفزيون غير مسلسلاتك، وخصوصي مسلسل زوايا، والله حلو. الله يسلمك ويخليك يا سيدي، وان شاء الله دائما هيك بنكون عند حسن الظن. يعني بتصدق يا استاذ لما قلت للشباب انه الاستاذ بسام حمدي جاي لعندي فكروني عم بمزح؟ يا سيدي الله يكثر المحبين، وانا فعلا يا شباب سعيد بهالسهره الحلوه. استاذ بسام، شو نشاطاتك الجديده غير مسلسل زوايا؟ في عندي مسلسل جديد بعنوان غربل يا غربال. ورح ينعرض عنا بالامارات ولا بس بالشام؟ ايه بالامارات وبكل البلاد العربيه باذن الله. استاذ بسام رح اقول لك كلمه بس لا تزعل مني. قول كبه استاذ، قول. هاي كبه سوريه، في واحد هون فاتح محل بيعمل كبه وكنافه من بيت جبري، لما عرف انه جاي لحتى تاكل من هالكبه اتوصى فيها. ولا يهمك حبيبي، ولا يهمك، عم باكل. اي صحة وهنا. المهم استاذ شو كنت عم اقول؟ ايه بتعرف استاذ، انا واحد من الناس يلي كنت مفتكرك انه انت واحد متعجرف ونفسك حامضة ووجهك عظم. وهلا شلون شفت؟ يقبرني اللي خلقك. ايه قسما بالله بتنشرب مع المي العكري. استاذ انت كثير متواضع، ليش هيك؟ يعني لازم اتكبر؟ كلياتنا اولاد ادم محوش والحكي، واذا كنت فنان يعني فني ورا الكاميرا، اما بالشارع انا انسان عادي تماما. لك سامعين على هالحكي يا شباب؟ لك اخ اخ، لو امي لساتها هون كانت فرحت فيكم يا. بس للاسف امبارح سفرتها على الشام. الله يخلي لك اياها يا اخ مطيع. استاذ احكي لنا اخر نكته. والله ما بعرف نكات، يعني ما جرت عادي احكي نكات. استاذ طب ممكن هيك تحكي لنا شي حادثه ظريفه صارت معك؟ هو يعني لا يخلو الامر، في حوادث ظريفه بس والله مالي متذكر بصراحه. الا ما تكون متذكر لك شي قصه شي سيره صارت معك هيك اثناء التصوير. على عيني على عيني على عيني وراسي، بس يعني بس اتذكر بقلكم. تسمح لنا نتصور معك استاذ؟ كول كول كبنية استاذ، هي من محل ابو الشامات، هذا واحد شامي عتيق فاتح هون بابو ظبي، والله وكيلك كل المشايخ والامراء ما بياكلوا غير من مطعمه. حاضر. فعلا طيبين هالكبات. سليم صورنا مع الاستاذ بسام. يلا. ايه والله فكره. ايه والله. تعال شوي استاذ، تعال. لا تكون متضايق منا استاذ بسام. ها لا ولو، معقول الواحد يتضايق من اهل بلده؟ لا خاصة انكم لطفة كثير. استاذ بسام قال صوتك حلو، غنينا فطوم فطوم فطومي. هي للاستاذ وريد لحام مو لي. بس مقطع صغير استاذ. مالي شاطر بالغني، صدقوني صوتي بشحط. استاذ الله يخليك، بس راس الغنية الله يخليك. ما والله ما. طيب. فطوم فطوم فطومي خبيني ببيت الموني، بكرة لما بيجي البرد مالي غير كانوني، شو حبيتي بقص انصيص هالبرزان، راسه من دك البستان مو عرفان، ليش هيك عم تعملي بالحارة؟ والله يا سلام يا سلام يا استاذ، مثل الزبدية الصيني. اي والله سبحان العاطي يا شباب. كل حنتيتي استاذ، كل حنتيتي. شو هاي؟ اكلت حلو، اطيب من ام علي. منو هاي؟ ام علي اكلت حلو مصريه مثل الجريش بالعسل. شو هاد؟ الجريش بالعسل بس المطازيز اطيب. هيك اسمها؟ اي نعم، ونحن هون عايشين بهالبلد على المطازيز والمفخوته. عفوا، شو عم تحكي انت؟ انت عم تحكي عن اكل؟ عن طبخ يعني ولا عن شيء تاني؟ ولو استاذ، هدول اكلات شاميه، الفاختيه والمفخوته. من وين حضرتك بالشام؟ من الشاغور. والسبع تنعام والله، وانا من الانوار. انعم واكرم والله. بس مشان الله يا استاذ لا تاخذني،
سفرتي فقيرة وما بعرف يعني حاسس بحالي ماني قايم بواجبك يعني. لا ولو شو عم تحكي انت يا طيب، يعني شو بدي احسن من هيك انا؟ طيب زود استاذ زود. ما بقدر الله يخليني الله زود والله ما بقدر ما بس بقدر. هالجاجي هالجاجي شو جاجي يا حبيبي الله يخلي لي اياك، عم يعزمني على جاجي والله كانه عم يعزمني على الزيتونه، جاجي بحالها هي مو زيتونه. استاذ ما في شيء من واجبك. ما قلت لنا نكتي استاذ، قلت لنا ذكروني بعد شوي. صدقني مو خاطر على بالي حبيبي انت. طيب هيك شيء موقف طريف ظريف ما في مشكله. موقف طريف حاضر. كنت مره عم بعرض مسرحيه العسل الحامض بمسرح نقابات العمال بالشام معروف. اتاخرت عن موعد فتح ستار، سيارتي بنشرت فاضطريت وقف تاكسي من الطريق، ما عرفني الشوفير وما رضي يركبني. سألته ليش؟ قال لي معي كرت دعوة لمسرحية بسام حمدي العسل الحامض وأنا بحبه ومو مستعد روح المسرحية من إيدي مشان وصلك. بصراحة أنا انبسطت منه كتير، بينبسط الواحد. قلت له بعطيك 3 أضعاف الإجرة بس أنت وصلني الله يرضى عليك. قال لي تكرم عينك أستاذ اطلع بلا بسام حمدي بلا بطيخ. حلوة بس العمش قليل نظر، ما بكفي شرف انه شافك شخصي. عم بيقول لك ما عرفه فظاعة شو اعمى قلب. كل فواك يا استاذ كول. لا 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 دخيلك ما بقدر ما بقدر والله ما بقدر ما بفيني يعني. طيب سليم صورة تانية مع الاستاذ الله يخليك. يلا ايه. المهم كانت دعوة لطيفة من الشباب والشباب ما قصروا. ايه بس تغلظوا عليك على الهوا ما سمعت. لا مو غلاظة، هذا كل هالشي من محبتهم. هلا من محبتهم ولا من ضجرهم من الغربة؟ لك ما بتفرق، مو هذا القصد. خلوه يحكي لنعرف شو القفلة. تفضل استاذ بسام. مرة كنت عم اشتري لعبة لابني من محل على الطريق. استاذ بسام اهلا وسهلا. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو اخبارك؟ الحمد لله نشكر الله. لك شو ما عرفتني؟ لا والله عدم مؤاخذه. شو هالحكي؟ انا مطيع مطيع. عفوا مين مطيع؟ لا يا استاذ اتذكر شوي. عفوا ما عم بتذكر، يعني شايفين بعضنا قبل هالمره؟ لا يا استاذ شو شايفين بعضنا؟ سهرانين سوا واكلين سوا وشربانين سوا. ايه شو بدنا استاذ؟ العفو منك ما عم بتذكر والله. انا مطيع مطيع يلي عمل لك حفله عشاء طنانه رنانه بابو ظبي. ولو هذا انت يا اهلين وسهلين اخ مطيع، دخيلك لا تاخذني، يعني الواحد ما بيعرف شلون بينسى هيك احيانا. ايه قلت لحالي مو معقوله تنساني بهالسرعه. حقك علي بس الواحد احيانا بسيطه استاذ، المهم تكون بصحه جيده وكل شيء بهون. لا ومجتمعين سوا مع الشباب و كيف الشباب دخلك؟ كلهم مناح وراح يجنوا من فرحهم لما بدي اقول لهم انه شفتك ببلودان. يلا بالاذن. ما بيصير هيك، لازم ادعيك انا هالمره. لا لا ان شاء الله بغير وقت، انت مشاغلك كثير. الله يسلمك. يلا السلام عليكم. اهلا مع السلامه حبيبي. الله يخليك. الله معك يا. مع السلامه. انه شلون تنسى بسرعة يا استاذ؟ لك احمدي الله انه ما عم ينسانا، حاكم الفنانين الهم دواوين لا بتنزل لا بأبان ولا بميزان. ايه لسه ما خلصت القصة، استنوا عليه شوي. تفضل يا سيدي. وبعد فترة يمكن بعد هالحادثة بسبعة ثمان اشهر كنت بالسوق عم بشتري خضرة. مرحبا استاذ بسام. اهلين يا اخي يا ميفك. كيف الصحة استاذ؟ والله الحمد لله بخير. اشتقنا لك كثير كثير. تشتاق لك العافية. اهلين وسهلين. الشباب بيسلموا عليك كثير استاذ. ها
أنو شباب؟ شو بالظاهر ما عرفتني استاذ؟ عدم المؤاخذة، لا والله ما عرفتك. ايه شو عم تمزح معي استاذ؟ لا والله ما عم بمزح، ما عرفتك. مجتمعين قبل هالمرة شي؟ ولو، ايه مجتمعين وبس. ايه في بيناتنا خبز وملح. وين مجتمعين يعني؟ عندي بالبيت. أنا رحت لعندك على البيت؟ ولو استاذ. والله معلش هي العتب على الذاكرة، يا ريت تذكرني. يا استاذ أنا مطيع، مطيع شيخ الشباب. مطيع؟ والله ما عم بذكر. استاذ أنا اللي عزمتك على العشاء بأبو ظبي. يا لطيف على هالنسوة، لك أهلين، لك أهلين أخ مطيع، أهلين يا ميت مرحبا. أهلين استاذ بسام. شلون هيك بتنساني؟ ايه سهرانين ومتعشاين سوا. معك حق، الحق علي، انا مثل القطاط باكل وبنكر. لا استاذ ولو بحشوب. شلون احوالكم؟ شلون اخباركم؟ شلون ابو ظبي؟ شوب كثير يا استاذ، شوب. ايه شوب لك معلوم. قل لي استاذ، في عندكم شي برامج جديده هلا؟ ايه والله عندنا برامج جديده، يعني عم نحضرها، بتعرض برمضان الجاي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بتقبرنا شي استاذ؟ لا سلامتك حبيبي. سلام عليك حبيب قلبي. زورونا بابو ظبي ها على العشاء. الله معك، مع السلامه يا حبيبي. الحق بايدكم تنسوا انتم الفنانين. ايه معلوم، يعني شو بده يتذكر الفنان لحتى يتذكر؟ لا ومعلومكم اني انا بشوف كذا شخص باليوم. وبتنعزموا كثير مو هيك؟ صحيح، وخاصة لما بنكون مسافرين برات البلد، وإذا ما لبيت الدعوة بظنوا قيمة كبرى. أنا؟ لشو دخلني؟ يعني معنى الكلام، بتصدقي اني مرة وحتى ما ازعل الناس اضطريت اني احضر ثلاث أغذية وعشاين. لك نيالك يا عمي، والله لو صحت لجدي ما مات. مثل ما عم اقول لك، يعني بكل بيت اقعد نص ساعه زمان واكل لقمه صغيره وبريم على البيت الثاني. اخي الفنان مثل الطبيب، يعني الطبيب ما بيقدر يتذكر كل زباينه. واستاذ المدرسه كمان، يعني شيء طبيعي انه الطلاب يتذكروا اساتذتهم، بس مو معقول ابدا انه الاستاذ يتذكر شيء 600 700 طالب. الستي والسياسي ورجل الاعمال، يعني كل الناس المهمين. المهم ما انتهت قصتي لسه. بيوم من الايام وبعد مرور 4 أشهر على هالحادثه، كنت قاعد انا وجماعه بمطعم. استاذ بسام مرحبا. اهلين وسهلين. شو ما عرفتني كمان؟ هو البركه فيك بس. عفوا هلا كلمتين مختصرين، عرفتني ولا ما عرفتني؟ بلا عرفتك ولو. طيب منو انا؟ خلاص خلاص عرفتك، يا اهلين وسهلين يا ميت مرحبا. تفضل تفضل اقعد معنا. ما بقعد حتى تقلي منو انا وين اجتمعنا. اجتمعنا عند المحافظ مو هيك؟ لا مو عند المحافظ، لكن عند وزير الداخليه. وزير الداخليه؟ وشو وصلني انا هالمواصيل؟ لا تاخذني ما عم بتذكر، بس عرفتك. ها بالله قلي وين اجتمعنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك أنا مطيع استاذ، شبنا؟ عفوا مين مطيع؟ لك مطيع تبع أبو ظبي يلي عزمك على العشاء. أيوة 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 صحيح تذكرت. مشان الله مشان الله لا تأخذني. شوف سيد مطيع، قول عني خرفان، قول عني عدمان، قول عني ما عم جمع، كله مقبول منك. بس بصراحة والله ما تذكرتك، ما تذكرتك. مو عشان شوفت حال وتكبر أعوذ بالله، بس يا أخي هيك أنا، هذا اللي صار معي، يعني شو بدي أعمل بحالي سيد مطيع؟ بسيطة أستاذ، تتذكر بتنسى هذا تابع إلك، وأنا ما بحب أتطفل عليك، بس هي من محبتنا أستاذ، عن إذنك. تفضل تفضل، تفضل عود معنا حتى نضيفك شيء. شكرا، لأنه أنا مستعجل كثير. بس لا هيك صارت تقيلة كتير، معقولة يعني؟ منيح منه ما قوصك. بس كان لازم ترد له عزيمته. ليكو التاني ليكو، شلون بده يرد له عزيمته؟ الفنان مو المفروض يرد عزايم ولايم المعجبين، وإلا بيحط الخمير والفطير. مضبوط. يي لكن بس شاطر يتلقح على سفر هون. عفوا استاذ بسام، انا ما عم بحكي عنك، يعني عم بحكي على الفنانين عموما. ومشان هيك انا قليل ما اقبل عزايم. على كل حال ما خلصت قصتي. ايه لا في شي تاني لسه؟ ايه ايه في. اسمعي سناء، مرة فتت على الكازية حتى عبي بنزين.
مطيع. مرحبا سيد مطيع. عفوا مين الأخ؟ ولو أنا بسام حمدي. بسام حمدي؟ شو بتشتغل حضرتك؟ ممثل بالتلفزيون. ولو عدم المؤاخذة ما عرفتك. بعدين أنا ما بتفرج على التلفزيون بنوب. حلو حلو، طلع من خرجك الزلمة. لا وما نسيها، ضل حاططها بقلبه حتى سنحط له فرصة للانتقام. شو رأيكم يا جماعة نشرب الشاي جوا؟ يلا يلا. وأنت الثاني يا أستاذ بسام، نشط لي ذاكرتك شوي. شوف إذا بدك أوصف لك حبوب لتنشيط الذاكرة أنا جاهز. اسمع لقلك، بيقولوا السمك مفيد كثير للذاكرة، بقى وينك كتر من أكل السمك. كمان إذا بتاكل صفار بيضتين باليوم بيكون أحسن. حلو حلو دكتور. هلا رح تشتغلوا فينا، يعني قال أنتم ما بتنسوا منوب. يا سيدي أنا بتحداك وعندي ذاكرة مثل الحديد. طيب أنا رح أمتحن هلا ذاكرتك بشكل عملي وفعلي، شو رأيك؟ تفضل. تفضلوا تفضلوا لإلكم، تفضلوا هلا بتشوفوا بعينكم. حطيت غراض فوق الصينية ورح خليك تتأمل نص دقيقة أو يا سيدي قد ما بدك، وبعدين رح غطي هالموجودات ورح أسألك عنهن، شو رأيك؟ عظيم كتير، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. بس لا عن جد حطيت غراض كتير. يا ستي ما بتفرق معي، أصلاً هي ما لها علاقة بالذاكرة، هي لها علاقة بقوة الملاحظة. إيه كله بينفذ على بعضه. شو قلت؟ جاهز؟ لحظة شوي. يا سيدي جاهز. ماشي الحال. ورجينا ذاكرتك. ايه سيدي، شو كان موجود على الصينية؟ يا سيدي فنجان قهوة، قداحتين، كبريت، مقص، قلم، كركر خيطان، ساعة، حمالة مفاتيح، شريط كاسيت، علبتين دواء، مسبحة، وبايب. هدول هن. مالك منقص شي؟ تذكر. ابدا ماني منقص شي، هدول هن. لا منقص. معجون حلاقة، ظرف، كزلوك، وخاتم. لسه في شغلة يا توفيق، اتذكرها منيح احسن ما تعملنا مشكلة المساء. وليش المشكلة بقى؟ هلأ أنت بدك تنام بالبيت ولا ما بدك تنام؟ ليش شو نسيت؟ يي ما بتعرف شو نسيت؟ لا والله. يا سيدي نسيت صورة مرتك. لك هاي نسوة تنتسى يا توفيق، لك الله يصلحك ويعفو عنك ويعينك على هالليلة. هلأ الجايين تتشاطروا علي؟ ليش أنت حضرتك ما نسيت تقبض المعاشات للعمال بدرعا؟ ليش شو قصة المعاشات؟ هذا يا ستي عنا مشروع هندسي عمراني بدرعا، وبآخر كل شهر بطلع بقبض العمال رواتبهم. المهم طرقت مشوار لهنيك بهالشوب والعفار والغبار وساعتين بهالسيارة والدنيا رمضان، ولما وصلت لهنيك دورت على الشنتاي اللي فيها المصاري ما لقيتها. لك مو تاريني نسيانة بالشام. يا حبيبي يا حبيبي بلا متعهد. شفت؟ إلا ما الواحد ينسى. صحيح أنا نسيت المعاشات بس ما نسيت صورة مرتي. إيه والله ما بنسى صورتك يا نورة، لو قطعوني شقف صورتك محفورة هون بقلبي. لك مكولك العمل بقلبك. شو مكولك؟ لك منين بتجيب هالحكي؟ يا ريتني أعرف أحكي مع وزارة الداخلية مثلك. ليش أنت بس الحكي ما بتعرفه؟ لا تتكركروا وتصصلوا، أنا ذاكرتي بتضل مشرقة ومثل الحديد. اسمعوا القصة. لا تخبص توفيق. أنا عم أخبص. مرتك اللي عم تحكي مو نحن؟ أيوة. هذا يا سيدي مرة كنت أنا ورفيقنا عبدو الجحش قاعدين بجنينة وعم نقرقر. سمعاني؟ هربان من مرته وقاعد بجنينة؟ لا مو هربان من مرته، بس أنا كنت عم عزل، قلت له روح غيب عن وشي شي ساعة زمان ورجع. مهم قعدنا نحكي مع بعضنا شروي غروي، ومثل ما بتعرفوا عبده بخيل كتير، يعني بينفخ على ربع ليرة بيساوي 100 ليرة،
والأهم من هيك ما بيعرفني شو بشتغل، لأنه ما شفنا بعضنا أكثر من 20 سنة. لك شي بملل يا عبدو، شي بملل؟ قال شو؟ مرتي اليوم بدها تعزل، مشان هيك قلعتني برات البيت. بس شي صاير معي، عزم نسوان الحارة مرتي بدها تغديهم عنا بالبيت، قالت لي روح دبر حالك برا. يعني بنتغدى سوا اليوم؟ ايه ما في مانع نتغدى سوا، بس بكير لسه، 12 ونص لسه. طيب مين بده يعزم الثاني؟ أنا ولا أنت؟ ما بتفرق. ليش حبيبي ما بتفرق؟ شو يعني؟ يعني شو رأيك نتراهن على شغلة، واللي ما بيحزرها بيعزم الثاني. مو مشان شي عبدو، مشان نتسلى ونقطع وقت. ما فيها شي. على شو بدك نتراهن؟ والله ما بعرف. على شو بدنا نتراهن يا توفيق؟ على شو بدنا نتراهن؟ على شو؟ عبدو، شايف المرأة اللي قاعدة هنيك؟ يلي ماسكة بإيدها كتاب وعم تقرا فيه؟ إيه، شبهها؟ شو رأيك نتراهن كم سن في بيت أمها؟ هلا ما لقيت غير هالرهان هاد؟ ولك أخي عم نتسلى، ما فيها شيء. طيب، فرض أنا قلت رقم وأنت قلت رقم، شو بيعرفنا بعدد أسنانها الحقيقي؟ بسيطة، بنسألها. وعلى فرض أنا ما عرفت وأنت ما عرفت، بيبطل الرهن وكل واحد بيتغدى على حسابه؟ أيوة. طيب الأسنان الصناعية تدخل بالرهان؟ طبعا لا. إيه؟ قبلت. قديش بتقول عدد أسنانا؟ لحظة، استنى علي لحظة. هيك بدك كان يقول خبط لزق؟ ما بدنا نفكر شوي؟ لا لا لا، خذ راحتك، فكر على مزاجك ومعك 5 دقايق. ماشي. إذا قلنا الرجال بالأربعين بيكون عدد أسنانه 26 تقريباً، ما هيك؟ إيه. إيوه. إلا ما يكون لأنه خالى له شي سنين. طيب، إذا كان عمره 35 سنة بجوز يكون عدد أسنانه 29. طيب، 6 بحيطان 30 قديش بيكون عدد أسنانه؟ عفواً يا أهلين. عفواً، بدي أسألك دخيلك، بتعرف لي هون شي دكتور أسنان قريب وشاطر يكون؟ لأنه أنا أسناني عم يوجعوني لحجن من وجع أسناني يا رجل. والله ما بعرف، أنا مو من هالحارة. لا 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 لا، أنا بتعرف أني قالع شي 20 سن، مو صفيان بتمي ولا سن يمكن. في كم سن بلا؟ أنت كم سن في بتمك؟ ما عديتهم، السنة الماضية قلعت سنين. ورجيني ورجيني، بالله افتح تمك، افتح. روح عنا. الله يفتح تمك. شو مجنون أنت؟ مو ناقصنا غير مجانين. إذا قلنا المخلوقة خالعت لها شي 2 3 من تمها، 4 شو على كل ما بتفرق، شي بيحير يا رجل، شي بيحير. طيب ممكن نتساهل مع بعضنا بشي 2 3؟ لا لا أبدا، لازم تذكر الرقم المضبوط. وأنت الثاني؟ ولك عبدو، أنا جعت. ها طيب، ماشي الحال يا سيدي. عدد أسنانها بيتمها 25 سن. غلط، خسرت الرهن. أنت قديش بتقول؟ أنا بقول 28 سن. بالله شو عرفها؟ نسألة. تفضل. عفوا يا مدام للإزعاج، ممكن نعرف كم سن في بيتمك؟ ليش لهلأ ما عرفت عددهم؟ وحضرتك دكتور أسناني من 15 سنة. شكرا لك مدام. ايه سيدي، قلي لشوف مين كسب الرهن؟ وين بتحب تغديني؟ وين بحب غديك؟ ايه مو على عيني وراسي، بس قلي بالاول كم سن في بتمك انت؟ 29. ايه انا عندي طريقه تهر لك 4 5 سنان، انت عم تضحك وتلعب. الله لا يوفقك. فعلا انك مالك قليل يا دكتور توفيق. بقى شو رايكم بهالقصه؟ هلا هيك بتتولدن بس تروح جنينه؟ يعني هلا هذا اللي فهمتيه من القصه؟ ايه شو بدها تفهم لكان؟ يلي قصدته انه ذاكرتي حديد. بس انت دكتور اسنان هلا المخلوقه. واذا كان يعني ضروري احفظ عدد اسنان كل مريض؟
ما عجبتني قصتك يا دكتور توفيق. اوف، ليش بقى؟ لانه فيها مسخره على عبد الجحش، هذا المسكين بدون دف بيرقص من وقت كنا بالمدرسه سوا. لا لا تقبضوها جد انتو التانيات، اعتبروها مزحه. بعدين انت ابو ذاكره المعيه ما نسيت بنتك الصغيره بالكازيه؟ نسي بنته؟ ايه يعني، بس هي القصه من زمان. ولو كان، هو اذا كان من زمان يعني. ليش شو قصه الكازيه؟ هذا يا ستي كنا راجعين من صيدنايا من مطعم التلال، فضي بنزين السياره، وقفت لعبيها، قامت نزلت راما من السياره وفاتت على التواليت لتغسل ايديها. انا حاسبت العامل وركبت بالسياره ومشيت، وبنص الطريق اطلعت بالمرايه ما شفت بالمقعد اللي وراني الا ابني فادي. سالت مرتي وين راما؟ قال ما بعرف. وهذا شو؟ كنا رح نوصل على الشام، يعني وصلنا لساحه العباسيين. فورا عرفت انه البنت نسيانينا بالكازيه، ورجعت برجوع وقلبي عم يدق ويهب هبات وهبات. إيه انت ولا انا؟ ولقيتوا البنت؟ لقيناها واقفه قدام الكازيه وعم تبكي، والدنيا رح تصير نص ليل. يا علي انا الى موت ما بنساها هالقصه. ليش انت وين كنتي وقت نسيتوها؟ انا كنت نايمه بالسياره وما حسيت على شيء. بس كل الحق على ابوها، دائما بينسى وكانه اختيار عمره 90 سنه. هلا انا هيك يا نورا؟ الله يسامحك. على سيره النسيان، في عنا بواب بالعماره اسمه ابو راتب، درويش كثير. مره وقفت انا وياه على باب العماره وحكى لي قصه ضحكتني كثير وزعلتني كثير، ما بنساها طول عمري. يا استاذ، انا من وقت ما كنت صغير محروم من شغلات كثيره. نشأت يتيم الاب وربيت عند عمي جوز امي. والله يسامح هالعم، يعني كان يدلل اولاده كثير ويهملني. يعني ما بوعه مره واحده انه اشترى لي لعبه او بسكليته او بلبل خشب او شويه دحل مثل ما كانوا الاولاد بهذاك الوقت يلعبوا. وكان ياخذني مع اولاده عجنينه ويركبهم بالدويخه وانا عيوني عم تطلع. وبعمره ما ركبني بالدويخه حتى صار ركب الدويخه حسره بقلبي. وكان يوقفني بالجنينه ويقول لي عينك على عربايه الاولاد لتقوم تنسري، او يقول لي خليك واقف هون جنب غراض الاولاد، وهو نفسه كان يركب بالدويخه وانا الطفل اللي بيشتهي كل شيء ضل واقف عم شوف بعيوني واتحسر بقلبي. بالمختصر يعني كان جبار كثير الله يرحمه. اللي حاصله راحت ايام اجت ايام، وباعتبار كبرت بالعمر وما تعلمت، فشاءت الصدف اني اتوظف حارس مدينه ملاهي. ومعلومك مدينه الملاهي فيها دويخات، مرجحات، قلابات، طيارات، يعني الى اخره. وكانت الناس بالصيف تزور مدينه الملاهي وتعجق عجق. اما بالشتاء يا استاذ فكانوا اصحابها يسكروها لانه ما في موسم. وضل انا حارس لهالمدينه ونام بغرفه صغيره فيها. وبليله من ليالي الشتويه والدنيا برد وناسوفي، مدري شلون خطر لي اطلع واركب الدويخه. ايه بعد العمر قلت لحالي يا ولد ما في حدا شايفك، المدينة فاضية، بقى ليش لحتى ما تركب الدويخة؟ لأنه على ما يظهر ضلت حسرة بقلبي من أنا وصغير، يعني من 50 55 سنة. لا وكنت شوف الناس عم تشهق وتضحك والدويخة طايرة فيهم طيران، فحبيت جرب هالشعور يلي ما جربته بعمري. الملخص، فتت على غرفة الموتورات كبست الزر، وقبل ما يشتد دوران الدويخة نطيت وركبت بعرباية من عربياتها. شوي شوي بلشت الدويخة ترتفع وقلبي يهب هبات سعيدة، هبات حلوة، اشهق من سعادتي، والهواء البارد عم ينعش لي صمصيم قلبي من جوا. حسيت حالي طفل عمره 5 سنين وطاير بين الغيم الأبيض. وبكيت ليش ما بعرف، يمكن من فرحي لأنه حلمي المكبوت تحقق أخيرا. بعدين صرت أضحك انبسطت كتير
تمنيت لو أمي الله يرحمها شافتني من المنظر، كانت فرحتني كثير. طول بالك عمي أبو راتب. بلا طول سيرة، قضيت لحظات كثير حلوة ما بنساها بعمري. بعدين راحت السكرة وإجت الفكرة، شلون بدي انزل؟ مين بدي يوقف الدويخة؟ ومضت ساعة ساعتين ثلاثة وجعني راسي، قلبت معدتي، الدويخة عم تفتل، صرخت عيطت، ما في مجال حدا يسمعني، الدنيا شتها، ناس ببيوتها، صارت الدنيا ليل، دويخة عالية يعني مترين ثلاثة بكل سهولة، والملاهي بعيدة عن البيوت مضطرفة كتير، ما في لا هابوب ولا دابوب. بتصدق بالله يا أستاذ خليل، ضليت لتاني يوم الصبح وأنا على هالحالة. معقول؟ ما بزل عليك، بعدين خفت موت بهالشتوية، لا وبلشت المطر تنزل وترخ ترخ وتنزل حبال. أنا من حلاوة الروح مدري شلون هيك زتيت حالي على الأرض، وقعت انكسروا رجلي تنتين، وإجا وشي طب على الأرض وتهشم تهشيم بهداك الوقت، بس طلعت من قلب الموت. كل هالشي لأنك نسيت إن الدويخة بده مين يوقفها بعد إقلاعها؟ إيه نعم، من فرحتي نسيت، تنذكر ما تنعاد. صحيح تحقق معي الحلم، بس بعد فوات الأوان ودفعت حقه غالي كتير. لا هيك زعلتنا، هذا اللي صار. صحيح القصة بتضحك، بس يا حرام محزنة كتير. هذا حتى تشوفوا انه النسيان احيانا نعمة واحيانا نقمة. يلا يا سناء طن جرسنا. وين شبابك وين رايحين؟ يا سيدي شكرا على السهرة اللطيفة، والجمعة الجاية سهرة عند ابو راما باذن الله. مع عيونكم. شبك تنشطت؟ في اخرة لانه. لا اذا في اخرة لنقعد لك. ريحة شو؟ كأنه شي عم يحترق. فعلا يا جماعة في ريحة قوية كتير، ليكون في شي ماس كهرباء. قولي على قامتي ان شاء الله. خير؟ شو بكي؟ نسيت الكنافة بالفرن، اكيد احترقت. مثل ما عم اقول لك يا ابو الوليد. ايه وقال هالمرة رح تكون الحملة شاملة وما رح ترحم حدا. بقى اسمع مني ولا تخلي شيء باسمك بيكون افضل. والله انا هيك عملت. إيه طبعا يا اخي، لانه بكره جماعه التفتيش بيفكروا كل هالاملاك من الرشاوي لا سمح الله. إيه لك. طيب ماشي الحال، بس وينك؟ خبرني شو بيصير معك اول باول. الله معك يا سيدي، مع السلامه. يا عبير دخلي الانسه ياسمين بسرعه. مرحبا استاذ منير. اهلا وسهلا ومرحبا انسه ياسمين. يا اهلا وسهلا، مرحبا، اهلين وسهلين، تفضلي شرفي. يا اهلين وسهلين، شلون الصحه شلون الاخبار؟ الحمد لله بخير. اي وينك ما عدتي بينتي؟ هذا وشك ولا ضو القمر؟ وشي طبعا. بحق لك يا عمي، والله بحق لك. وين ما عدتي طليتي علينا يا حلوه؟ شو زعلانه منا شيء؟ بصراحه انا قبل 10 دقائق ما كنت زعلانه بنوب، بالعكس كنت جاي اعزمك على عيد ميلادي كمان، بس لما عرفت انه قرار البعثة طلع وانه الاستاذ فاروق هو اللي اخذ البعثة زعلت كتير. لا سلامتك، ما عاش الزعل يا هاني زي ياسمين. طيب ليش هيك عملت استاذ منير؟ شو نسيت السنة الماضية لما وعدتني انه البعثة الجاي رح تكون من نصيبي؟ مزبوط، بس هالمرة اختلفت الامور شوي، اختلفت تماما. شلون يعني اختلفت؟ يعني يلي بقصده انه طبيعة البعثة بتتطلب واحد مثل الاستاذ فاروق بخبرته الطويلة والدورات التدريبية اللي عاملها. إيه لك؟ يعني هلأ الخبرات والدورات التدريبية صارت أهم مني؟ الله يسامحك يا أستاذ منير. لا أنا هيك صرت كتير زعلاني، يعني شو كان بيصير لو أنه البعثة طلعت من نصيبي؟ كنا عملنا حفلة عيد ميلادي وحفلة الوداع بنفس الوقت. بس يا آنسة ياسمين، يعني في بس شو أستاذ منير؟ لا تخليني أزعل منك. بعدين أنت بيهون عليك تجي على عيد ميلادي وتلاقيني زعلانة منك؟ لا أكيد ما بيهون. بعدين أنا واثقة إنه قلبك الطيب ما رح يخليك تتركني للبعثة الجاي، مزبوط؟
الله يسامحك يا أنسة ياسمين. يعني ضروري تفوتي فيني من باب القلب وباب الزعل انت التانية؟ يعني ما بتعرفي انه قلبي الطيب ما بيقدر يرد طلب وحدة حلوة وكربوجة وناعمة وأنيقة مثلك؟ يعني شو بفهم من كلامك؟ خلاص 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 ولا يهمك، انت روحي هلا وانا رح خليهم يغيروا قرار البعثة، ولا يهمك. ما رح انسى لك هالمعروف طول عمري يا استاذ منير. بدك شيء؟ خاطرك. وين وين؟ شو خاطرك؟ لسه ما ضيفناكي شيء. مو مشكلة، من الحقوقة مرة تانية، بدي روح اشتري شوية شوكولا مشان حلي الصبايا بالمناسبة. لا تنسى تجي يوم السبت على الحفلة، عم بستناك. لا بجي بجي بجي، أكيد رح اجي، أنا اللي بجي، محلاني وما اجي والله. الله معك، مع السلامة. ألو، أعطيني الأستاذ حسام بقسم البعثات. ألو مرحبا أستاذ حسام، بخصوص البعثة اللي كانت باسم الأستاذ فاروق، يا ريت تغيرها وتساويها باسم الآنسة ياسمين حن الحديد. على عيني أستاذ، بس شو السبب يا ترى؟ يعني في أي ملاحظات أو تحفظات على الأستاذ فاروق؟ لا لا ما في شيء عليه أبدا، بس هلأ كانت عندي الآنسة ياسمين حن الحديد وتناقشنا طويلا بأمور البعثة، فوجدت نفسي مقتنع بوجهة نظرها. شلون لا تسألني؟ أنا نفسي ما بعرف. خصمك أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي لنا. حبايبي المستمعين، منحييكم من جديد من إذاعة صوت الدلع يلي بتبث 24 على 24، وبعد ما سمعنا الغنية اللي بتعقد منكمل استقبال هواتفكم. ألو؟ مساء الخير. أهلا أهلا، مين معي؟ معك حسن من حمص، شلونك جوني؟ ماشي الحال، نشكر الله. الحقيقة أنا حبيت مسي عليكم وقلكم أني دائما بسمع إذاعتكم صوت الدلع وبحبها كتير، لأنها من الإذاعات اللي أنا كتير. حسن شو بتحب تسمع؟ حاب اسمع غنية يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم لسميرة سعيد. يا حسن أنا كتير بعتذر منك، آسف لأنه الغنية مرقت معنا بالبرنامج مبارح، فيا ريت تطلب غنية تانية مشان ما يصير في تكرار بالأغاني، يعني بتعرف محطتنا دائما متجددة. طيب بطلب أغنية على ذوقك وبهدية للأهل والأقارب ولسعيد يا ريت تختصر حبيبي حسن، لأنه بتعرف مشان نستقبل عنا هواتف كتير، بتعرف أنت. ولجميع الزملاء ولسلوى ولمها ومر. ألو حسن، الظاهر انقطع معنا الاتصال، نحن كتير منعتذر منك يا حسن، وحاول ترجع تحكي معنا مرة تانية، ظهر معنا اتصال جديد. ألو؟ بونسوار جوني. أهلاً أهلاً بونسوار، مين معي؟ معك شروق من حرفتا. إيه شو هالاسم الحلو هاد يا شروق؟ خبرينا يا شروق، أنت ومين قاعدة هلأ؟ لحالي، وضايق أخلاقي كتير. يا حرام، بتحبي إجي سليكي؟ يا ريت. طيب يا شروق هلأ شو قاعدة عم تعملي؟ حاطة الأرجيلة وعم بتسمع على برنامجك المهضوم. تسلميلي يا رب، كلك ذوق، أساساً ما في أحلى من الأرجيلة. طيب شو نوع المعسل يلي بتفضلي؟ أنا بحب المعسل على ستروبوري أو الورد. شي أكيد، لأنه الورد ما بحب غير الورد. شو حابة تسمعي؟ أخصمك لنانسي عجرة. يا شروق يا حياتي أنا بعتذر منك كتير لأنه من خمس دقايق حطينا الغنية، فيا ريت تطلبي واحدة تانية. لا جوني بليز، ما تزعلني منك، كتير حابة اسمع هالغنية، بليز ما تخجلني. معقولي خجلك؟ خلاص ولا يهمك، بعد البرنامج أنا رح أحطلك الغنية وأهديك إياها، وإذا بتحبي تعملي إهداء لمين ما بدك أهلا وسهلا فيكي. وجه تحياتي إلك جوني، وللماما وللبابا ولكل جيراني ولرفقاتي، وكمان بسلم على سامر وعلى لينا وعلى محمود وعلى أحمد وعلى زافيل، وبقلن لزافيل وينك يا هراب مبارح، وينك يا خايل. وكمان سلم لي على رنا إيه وعلى محدين وعلى هالة وعلى نورما. ما تواخذني دخيل عينك لأنه أنا يمكن كتير حكيت معك أخذت من وقتك، ما هي؟ شو طولتي يا شروق، خدي راحتك، إذا بتحبي تهدي كمان أهلا وسهلا بكل مستمعينا. إيه إيه تذكرت، بوجه تحياتي لغسان ولمدحك ولسيف الدين ولزهير ولكل رفقاتي ولكل اللي بيحبوني، وخاصة إلك جوني. مرسي على اتصالك يا شروق، وإن شاء الله بتكون كل أيامك مثل اسمك. معنا اتصال جديد؟ أيوة.
فين؟ انا مندوب شركه الشعر الحرير اللي شعارنا وداعا للصلع واهلا بالشعر الطبيعي. استاذ معي كريم ساحر بيقدر يرجع لك شعرك خلال اقل من شهر. استاذ معي ازرق ابيض اصفر. تفضل استاذ. هلا فيقتني من النوم مشان تلعي لي قلبي. العمى ضربك لسه ما لحقت اقول لك اهلين كنت قاري لي جريده. ما بيلزمني يا اخي ما بيلزمني بلا ما يهروا هالكم شعره اللي صفيانين براسي. ولو يا استاذ انت اكثر واحد تقدر تستفيد من هذا العرض. بعدين بنصحك تلحق حالك. هلا الشركه عامله عرض بنص القيمه استاذ. امنتوا بالله على هالنهار ولك حبيبي حل عني عم اقول لك. العمى شو انك دبقه وقليل ذوق. العمى استاذ. والله لا امسح في درجه بنايه وشرشح وشرشح حما. بونسوار مسيو. اسفين يمكن فيقناك من النوم. لا لا ولا يهمك مو مشكله. انا اصلا كنت فايق من الاول بس كنت عم صحصح يعني. بس ولا يهمكم هلا صحصحت تمام مشي الحال. نحن مندوبات من شركه رحام صحتك ومعنا اعشاب للاقلاع عن التدخين. وهالاعشاب مثل السحر يعني باسبوع واحد بتكون تارك الدخان ان شاء الله. سوري بس نحن ما سالناك حضرتك بتدخن؟ لا والله انا اسف اقول لك اني انا ما بدخن بنوم. لا تاخذنا اخذنا من وقتك نحن اسفين. طولوا بالكم طولوا بالكم ليش مستعجلين؟ خير مسيو في شيء؟ هو بالحقيقه انا احيانا يعني بدي اقول لكم اني بنفخ تنفيخ وخايف بكره تتطور حالتي وصير مدمن. بقى تفضلوا لجوا مشان تشرحوا لي طريقه الاستعمال. الله يسامحكم يعني لو اجيتوا من 4-5 سنين كنتوا لحقتوا الوالد الله يرحمه قبل ما يموت بسرطان الرئه لانه كان يدخن كثير. هو يمكن كان كتب له الشفاء على يدكم. تفضلوا حبيباتي تفضلوا اهلا وسهلا فيكم شرفوا تفضلوا. ليش هيك الركاب كلها متطلع فيني؟ قوموا قعدوا محلي يعني؟ وليش لحتى ما حدا يقوم غيري؟ بس هن كلهم اكبر مني وانا اقرب واحد لمكانه. يلا سيدي هو اذا كان رجال كبير يعني وانا كمان عم اشتغل طول النهار وتعبان. بعدين ما حدا قال له يطلعوا الميكرو مليان ميكرويات مثل التراب. عم على الناس. على مهلك ابني بدي انزل على اليمين اذا بتريد. طول بالك شوي عمي. شو صار لك حجي؟ هلا نوصل على الموقف وبتنزل. يا عم كله بده يخالف؟ ما حدا بده يتقيد بالمواقف النظاميه؟ نزلني هون ابني، لا تبعد علي المشوار الله يخليك. تفضلي يا أنيسة تفضلي تفضلي تعي محلي. تفضلي. يا شكرا على واجب أهلا وسهلا فيكي. بتعرفي عش أو ما عش أو شو ما رح تلاقي لا ميكرويات ولا هم يحسنون. بعدين هاد وقت الراش أوى. فيلم تبع جاكي شان. أرجيني اقتصاد سياسي. معناتها بتدرسي حقوق حضرتك ها؟ إيه أنا بدرس. أنو سنة؟ معناتها طلعنا أصحاب. عفوا قصدي مو أصحاب زملاء. أمانة الله شو بتحتاجي نوتات ما نوتات دروس خصوصي كتب ما كتب أنا تحت أمرك. شكرا شكرا. ليه؟ نزلنا على اليمين لو سمحت. لحظة شوي يا أخي رح نوصل على الموقف. نزلنا على اليمين مالك سامع. ديسان سياسي. إيه ما قلتي لي شو اللي جذبك إلي لحتى رضيتي تحكي معي على التليفون بدون ما تعرفيني؟ صوتي مو هيك؟ هو على فكرة كل الناس بيقولوا لي كتير صوتي حلو على التليفون. شو هالحكي؟ مو صوتي؟ لكن شو اللي عجبك؟ لباقتي بالحديث؟ بسرعة يا أخ إذا بتريد صار لي ساعة عم بنتظرك على التليفون. طيب طيب شبك مستعجل؟ ما خربت الدنيا يعني؟ لك مرتي ولدي بدي اتصل على حمص لأطمن شو جابت.
ايش بدها تجيب يعني؟ يا صبي يا بنت، مبينة واضحة القصة. يا حبيبي لكن قلتي لي لباقتي بالحديث هي اللي عجبتك؟ بالله يحكي عن جد، يعني ما يعني لأنه جد، لأنه بصراحة شفت بالمنام إنه مباري فتحنا بطيخة عم طلعت حمرة مثل الدم. ولك حبيبي عم قلك مستعجل كتير، خلصني بقى. لك يلا يلا لحظة، لا لا ما في شي، لا مو ليك الحكي، في واحد ملهوج عم يضايقني. ايه شو كنا عم نحكي؟ معك حق. طيب انت مين بتحبي من المطربين؟ رداح السواح؟ شو هالحكي؟ لا هو صحيح انا ما بحبه يعني، بس كرمال صوتك الحلو رح صير حبه. ومين بتحبي من المطربات؟ ولك حبيبي خلصنا، الله يرضى عليك، لك افتصت من الشاب. يا ستي انا بحب نانسي عجرم ورويدة عطية وسوزان تميم بعد ما رفضت حالها. ولك يا روحي. وبحب مايا نصري. وبحب. ولك خلصني يا حباب. وبحب كمان ملحم. ولك يا اخونا، لك ببوس ايدك، مضطر بدي احكي. لك حبيبي منين طلعت اللي انت، منين طلعت منين؟ لك صرنا شهر عم نظبط بالمخلوقه، وقت اللي زبطه جاي بدك تنزل علي. لك حبيبي هي كابينه، واذا معطل التليفون روح هنيك في كابينه. العمى شو هالناس هي، فعلا ما عاد حدا استحى. ايه لا حول ولا قوه الا بالله. ايه حبيبي، ايه عن شو كنا عم نحكي؟ ايه عن الرقاصات. يا ستي انا بحب من الرقاصات هي اللي نافخه صدره. لك ايه هاي الشقره اللي بتلبس. لحظه 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 لحظه، بدك تحكي؟ مو مشكله، ماني مستعجله. لا لا شو مالك مستعجله، معقول يعني خليك توقفي لحظه. ايه ايه بعدين بحكي بعدين. لا لا بس صار في عندي صوت وصوره ديجيتال. يلا باي. تفضل تفضل تفضل. بس هيك انت ما بتكون قطعت حديثك؟ مو مشكله مو مشكله بنوب، ولو خلص احكي انت، احكي خدي راحتك. هلا بس تخلصي بنروح سوا، يعني قصدي هلا بروح انا بحكي من هذاك التليفون، في تليفون هنيك فاضي. احكي احكي خلص، كانه انا اللي عم بحكي. مرحبا استاذ. اهلين، هي سمين، طمني شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام. كله تمام، بس كنت حابب اخذ رايك بنص الاعلان اللي نشره ان شاء الله صفحه رد على الهاتف. اي طيب اقرا لي. حاضر استاذ. مطلوب موظفين وموظفات. وقف وقف، مين قالك تكتب موظفين؟ شو صاير لك استاذ سمير؟ شو نسيت انه هالوظيفه هي عباره عن شرح على الهاتف لمميزات المنتج اللي عم يشوفوه الناس على التلفزيون؟ لا ما نسيت. إلا كان شلون بتكتب موظفين؟ الزبون وقت اللي بيتصل ليستفسر عن المنتج ويسمع صوت حلو وحنون بيغير كل توجهاته واحواله، بيكون متصل ليسال ما بيلاقي حاله غير طلب القطعه ووصلته على البيت بدون ما يحس. بقى شو بنا سمير، شو اول مره بتشتغل حضرتك بالتسويق؟ حاضر استاذ، هلا بعدل الاعلان. بس في كمان مشان مشرفي الاجنحه بمعرض الكتاب، بتحب تضيف شيء على الاعلان غير موضوع اتقان عده لغات؟ لا ما في شيء، بس لا تنسى تكتب مطلوب موظفات فقط، واثناء المقابلات اذا لقيت البنت حلوه وحركه يعني ما في داعي ندقق كثير على شغله اللغه، لانه مثل ما بتعرف الجمال لغه عالميه، والعالم عنا بس يشوفوا بنت حلوة بالجناح بدهم يفوتوا عليه أكيد لحتى ياخدوا ويعطوا معها بقصة الكتب، وأكيد كل واحد منهم رح يشتري له شي كتاب حتى لو ما كان لازمه. ليش؟ لحتى يظهر قدامه بمظهر المثقف. ولا تنسى تقصر اللباس، قصدي توحد اللباس، وإذا لقيت في مجال تحط بكل جناح أكتر من بنت كربوجة وحلوة لا تقصر. حاضر أستاذ، بتريد شي تاني؟ لا لا بس بدي اياك تشد لي الهمه. تفضل. الله وكيلك يا ابو حميد. الشغل عدا من وقت ما فتح هذا المحل اللي بعدي والحالي من سيء لاسوء. انا انبلى عندي بضاعه قد اللي عنده باربع مرات. اصلا هو ما بيفهم شيء بهالمصلحه، ما هو بالاصل كان بياع مازوت، صار معه شويه مصاري قام فتح محل موبايلات سيديات. ايه لانه هي الشغله صارت شغله الكل ببلدنا. يعني لو كان هو قاعد بالمحل ما كان في مشكله بنوب، بس هو حاطط بنت بداله. لك الله لا يوفقها قديش حلوه. بقى زبون وقت عم بفوت ويشوفها عم يشتري سواء لقى طلبه ولا ما لقى. ايه اما انا عم بيصير فيني نفس الشيء بس بالعكس. يعني بتفوت زبونه لعندي بتضل تسبل لي بعيونها وتتغمالي وتبتسم لي لحتى تاخذ القطعه بنص حقها. والله يا ابو حميد عم فكر من هون لاخر الشهر اذا ما تحسنت الاحوال رح جيب بنت احلى من يلي عنده وحطها بالمحل،
اطلع انا افتح لي شي بسطة فلافي. لك ايه بسطة فلافي؟ على ما قال لي الصبايا ما فاتوا على المصلحة. لك شو بدنا نسوي؟ بدنا نعيش. يعطيك العافية محمود. الله يعافيه. شو عم بتساوي عندك؟ عم حط العصير بالبراد. لا حاجة هيك بكفي. صارت الكمية كافية ما تحط شيء. فاضي. سمعان؟ يعطيك العافية. سعيد. خير أنسة مي في شيء؟ هاي المرة اللي طلعت هلأ من الباب شو قصتها؟ هي اللي لابسة إشار؟ لك إيه اللي لابسة إشار؟ ما بعرف ليش في شيء؟ كل يوم بتعبي العربية اللي تمها بتحطها هون قدامي وبتتركها قبل ما تدفع. وشها مو مريحني، يعني حركاتها مريبة. يعني عم طالع معها شي غرض ما عم تدفع حقه؟ الله وكيلك إذا إنسان معه علبة كبريت مدافع حقها عم ممسكه على الباب وما عم يفلت من إيدي. مو هذا القصد، أنا بعرف إنكم شديدين بهالمسألة، بس هالمخلوقة بالذات باين عليها محتالة. طيب بركي كانت نسيانة المصاري وبدها يعني. لك الواحد بينسى المصاري مرة مو 20 مرة، يعني إلا على هالحالة 7-8 مرات. بقى شو عم تطبخ وعلى شو ناوية؟ الله وحده بيعرف. طيب ولا يهمك، إذا إجت مرة تانية نحن بنتصرف. في شي تاني؟ لا سلامتك سعيد، يعطيك العافية. يا هيفا. نعم. خدي هاي العربية من هون ضبي الأغراض. ولي علينا، كل يوم بدي أشتغل هالشغلة. خلصينا يلا.
لحظة يا مدام إذا سمحتي. نعم. هاي العرباية مو إلي؟ لا مو إلي. شلون مو إليك وأنا شفتك عم تعبيها بعينيك؟ صحيح، بس أنا تركتها بمحلها ما أخذتها. يا مدام أنت صار لك على الحالة أكثر من شهر، بقى شو قصتك أنت؟ ما في قصة، أنا عفوا مدام، أنا مضطر بلغ عنك لأنه هذا واجبي. تفضلي معي إذا بتريدي. لوين بدي أتفضل؟ نحن مضطرين نحقق معك بشرطة المباحث. تفضلي بدون ضجة لو سمحتي. شرطة المباحث؟ شو السبب؟ طيب ما بدي أعرف شو السبب؟ هذا مو شغلنا، شغل المباحث. تفضلي. أي نعم سيدي. نعم نعم. طيب لحظة سيدي. خذ اشرح للمقدم كمال الواقع بالتفصيل. ألو؟ احترامي سيادة المقدم كمال. سيدي في عنا مشبوهة مسكناها بالسوبر ماركت. لا سيدي، بس يمكن تكون مخبية الأغراض ببيتها. نعم سيدي، تتردد كثير لعنا. وبصراحة نحن احترنا بأمرها، لأنه عم تعبي العربايات بعدين تتركها وبتمشي. لا سيدي، لأنه لو مرة كنا لنا ماشي الحال، بس صرها على هالحالة أكثر من شهر ونص. والله لو بتعملوا المداهمة لبيتها اليوم بيكون أفضل، حتى ما نعطيها فرصة لإخفاء الأغراض سيدي. نعم سيدي، هاي حضرتي ملازم أول معك. نعم سيدي، احترامي. نعم سيدي، أنا رح أخذ المتهمة فوراً بسيارتي الخاصة على بيتها. سيدي المتهمة اسمها إلهام جعفر محمود وساكنة بكفر التنك. سيدي لو سمحتوا بدنا أمر تفتيش فوري لبيتها من المدعي العام، وبدنا كمان تتصلوا بمختار كفر التنك تقولوا له يقابلنا عند بيتها لو سمحتوا. أنا رح مر بطريقة أخذ أمر التفتيش. شكرا سيدي. الله يخليك يا سيدي بلا هالفضيحة. والله أنا بريئة، قسما بالله ما سويت شيء. أرجوك، أنا مرة مستورة ومالي بهالشغلات. شوفي يا أختي الله يرضى عليك، لا تحرجيني، الأمر خرج من إيدي. تفضلي معنا لو سمحت. يلا نزل. شو لساتنا مطولين لنصل على البيت يا إلهام؟ لا وصلنا. مرحبا يا مختار. أهلين وسهلين. هذا أزل المدعي العام بتفتيش البيت. لك شو عاملة انتي؟ والله ما لي عاملة شي. هلا منشوف بالبيت اذا ما لك عاملة شي. تفضلي. تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. يلا يلا. هذا هو بيتك يا إلهام؟ اي نعم سيدي. يعني هدول الغرفتين؟ لا لا، هي الغرفة الثانية للجيران. تفضلوا تفضلوا من هون. يعني هالغرفة عبارة عن غرفة نوم وصالون ومطبخ وأوضة قعدة، وبالشتاء غريق وبالصيف حريق. ماشي الحال. ماما قوموا اطلعوا لبرا شوي. عادي لشوف. عادي لشوف. اسمك بالكامل؟ إلهام جعفر محمود. عمرك؟ 40 سنة. كم ولد عندك؟ صبيين وبنت. جوزك لساته عايش؟ اي نعم. شو بيشتغل؟ كان موظف حارس بشركة، بعدين قلعوه وجابوا جهاز انذار بداله. هلا شو بيشتغل؟
عم يدور على شغل. وشو قصة هالصور اللي معلقتيها على الحيطان؟ ليش عم تسأل؟ ممنوع علق صور على الحيطان كمان. منين جبتيها؟ عم يوزعوها بالشوارع. شو بدك بهالأسئلة هلا؟ أنت بتسكتي وبتجاوبي على الأسئلة بس، مفهوم؟ حاضر. هاتي لشوفوا لنا شو صار معك اليوم؟ وليش عم تروحي على السوبر ماركت وتعبي العربيات؟ وكم مرة عبيتيهم وشو هربتي منهم على البيت؟ احكي بالتفصيل يا إلهام. سجل عندك يا سيادة المحقق. أنا إلهام جعفر محمود، عندي صبيين وبنت وجوزي عاطل عن العمل وعايشين من قلة الموت. ما في حدا عم يفوت علينا بلقمة خبز. كان جوزي أبو عماد الله يقويه يجيب لنا من هاي الشغلات اللي شايفة على الحيطان، بس بعد ما قلعه ما عاد قدر يجيب لنا ولا حتى شقفة خبزة ولا بسكوتي ولا حتى قرص فلافل حتى يلحوسوها الصغار. وأنا باعتباري ست بيت لا تقرف عم شوف الإعلانات الحلوة اللي عم تطلع بالتلفزيون. إعلانات حلوة كتير بتخلي الواحد يشط ريقه. كل هالإعلانات عم تطلب منا نزور الأسواق التموينية، وكلهم عم يقولوا إنه في جوائز وهدايا مغرية كتير. وأكتر ما بيعجبني بهالأسواق هو التذوق، يعني بمجرد ما تفوت على السوق بتقابلك بنت صبية حلوة وبتضيفك قطعة جبنة بتدوب بتتم ذوبان كتر ملذيذة وحلوة. ياما ياما اشتهيت أخذ أولادي حتى يدوقوا معي، بس كنت استحي. المشكلة أنا وولادي منحب الجبنة، فيران جبنة نحنا. ولهالسبب كترت زياراتي لهالأسواق بعد ما استلطت على هذا السوبر ماركت اللي عم رحله باستمرار وحبيته. يا أخي بينحب لأنه كل شي فيه منظم ومنوع، يعني من كل صنف فيه 100 نوع ونوع. الشاي، الزيتون، اللبنة، الجبنة، الزبدة، الخضار النظيفة اللي عم تلمع لمع، والحليب، الحليب اللي ما عاد دخل بيتنا من يوم اللي قلعوا جوزي من الوظيفة. الله وكيلك، كل يوم خميس عم بتحمم وألبس أواعي نظيفة مثل هالستات الأكابر وبوشي على السوبر ماركت الضخم، وبمجرد ما حط رجلي على العتبة عم تنفتح على بواب البلور وعم فوت وأنا راسي مرفوع مثل ما كان يقول أحمد سعيد بإذاعة القاهرة: ارفعوا رؤوسكم يا عرب. كنت أخذ عرباية كبيرة حسب النظام وتجول فيها بين هالنعم. كنت أخذ من كل رف امرأة من قدامه يا علبة جبنة كبيرة يا تنكة زيت صغيرة يا علبة نيدو، وكنت أمسك علبة الحليب وشمه وضمه وأتخيل أولادي عم يشربوا منه. صحيح العلبة معدنية، بس ما بعرف قلبي من جوا بينفتح لي. كل شي بهالسوبر ماركت بيفتح النفس، الشاي والعسل والأكلات الطيبة والخبز والمنظفات والشامبو والصابون المعطر والشاج المتلج الكبير المستورد والكازوز المبرد والياف الجلي وصابون الغسيل والسكاكر والشوكولا والمرتديلا وبرش الغسالة. هو صحيح غسالتنا يدوية وخربانة، بس شو عليه، كلها اسمها مشتهيات. انتبهها، مشتهيات مو مشتريات. يا الله شو بحب ألبس مريول المطبخ الملون. ولهالسبب كنت دايما جربه وحطه على خصري بحجة اني عم شوف قياسه. يعني المهم انا ما عم بحرم نفسي من اي شي بحبه، لا انا ولا ولادي. يا ما كانوا ولادي يطلبوا مني مصاص على سكر فكنت امشي وقل لهم مو مبارح جبت لكم. كنت حط كل هالشي بهالعرباية حتى تتكدس البضاعة فوق بعضها وتصير مثل الجبل. ومجرد ما تصير قريبة من الصندوق كنت افتح شنطتي ما كنت لاقي فيها الا اجرة الطريق اللي بدها ترجعني على البيت. كنت ودع العربايه اللي تعبت بتعبايتها من كرف كاني عم ودع اولادي. كنت اطلع من السوق ودموعي على عرض خدودي من الحسره والحرمان والقهر. انا عم بتخيل منظر اولادي وهن عم يستنوني على الفاضي. على كل حال انا عملت مثل ما بيقولوا بالتلفزيون، مو هن بيقولوا أشبعي رغبتك بالتسوق، أنا هيك عم بعمل. أنا إنسانة قنوعة ومنضبطة وما بعتدي على مال حدا. لا تصدقهم يا سيادة المحقق، أنا لا سرقت ولا نهبت لا سمح الله،
بس يمكن دموعي فتحتني. كنت كل مرة أترك لهم العرباية ملانة مثل ما هي. أنا لما كنت صغيرة وعمري 12 سنة كنت عانق لعبتي وطعميها وأسقيها وغني لها لمجرد الرغبة الغريزية بالأمومة اللي حتى رب العالمين بالبشر. كنت حس إنه هاللعبة فعلا بنتي، مجرد امتلاكها كان يسعدني وكأني حصلت عليها، بالوقت اللي كانت هاللعبة مجرد وهم. بقى ليش عم تهاقبوني على رغبتي إنه يكون عندي هيك شغلات؟ يعني حرام، حرام أحلم بهيك شغلات. لا تغزيني يا أختي، أنت فعلا إنسانة عظيمة. أنا رح أقف المحضر على مسؤوليتي، هيك أحسن. يسلموا ايديك يا بابا. الله يسلمك يا رب. خير بابا؟ كأنه زيارتكم لعندي فيها ينر. تعرفي ام عامر؟ اخي ابو جودة امبارح حكى معي تليفون وقال بنته سناء بعد بكره رح توصل من المانيا. ليه؟ شو هالحكي؟ ليش خلصت دراستها؟ لكن ما خلصت وراجعة سالمة غانمة ومع شهادة دكتوراه هالقد قدها. غريبة. ما انا من اسبوع حكيت معها بالتليفون. ما جابت لي سيرة عن موعد جايتها. بجوز ما كان مبين معها ايمتى بتقدر تجي لهون، لانه اليوم بالذات قدرت تحصل على شهادتها وتحدد الموعد، فحضروا حالكم لنروح نستقبلها بالمطار. ايه طبعا بابا طبعا. شو قال منها يعني؟ تعرف ابو عامر، انا لحد هلا ما كنت افهم شو درست سناء باوروبا. انتروبولوجيا. بس شو يعني؟ شو عامر؟ شو معناتها؟ يا ماما انت كم مره بدك تسالي السؤال؟ ماما الانثروبولوجيا يعني انثروبايولوجي، هي علم دراسه سلوك وطبائع البشر، وهالدراسه نادره كتير وقليل مين يفكر يدرسها عنا هون بهالبلد. ايه وشو بدها سناء بهالقصه؟ يعني لو درست مثلا طب او صيدلي ما كان احسن لها؟ لا ما كان احسن لها، لانه البلد تعبت اطباء وصيادله، وسناء اختارت هالاختصاص النادر لحتى تقدر تلمع فيه. وبالاختصاص النادر ممكن تلاقي وظيفة ولا ما في قدامها فرصة؟ لا ماما لا، شي طبيعي كتير انه تتوظف. اختصاص نادر مثل هاد رح بيتهافتوا عليه مهافتة. اصبح كمان بكرة رح يتهافتوا العرسان عليها مهافتة. بقى ماما لحق حالك الله يرضى عليك وانهي امورك بسرعة بيكون افضل. يعني شلون يا ماما بدي لحق حالي شلون؟ ما هي سناء بالاصل بمثابة خطيبتي. لا ماما، لسه ما صارت خطيبتك بشكل رسمي. كيف ما صارت خطيبته بشكل رسمي ونحن أريالين فاتحتهم قبل ما تروحي على الاختصاص؟ أبو عامر أنا هذا الحكي ما بيقطع بعقلي من ابنه. لازم أول ما توصل نلبس الذهب ونكتب الكتاب ونحدد موعد للعرس. ليكو هي بيت عامر ما شاء الله جاهز من مجميع والعروس قبلاني فيه. طيب على عيني، خلص بس توصل فورا رح أحكي مع أخي أبو جودة لحتى نحدد إيمت كتب الكتاب. خطوه يا جماعة مدوا ايديكم. والله شي بحير بصراحة. لحظة لحظة يمد ايده. خير بابا في شي؟ ايه بابا، لازم بالاول تشربوا شفة من عصير الخيار بالزنجبيل قبل الاكل. عصير الخيار؟ ايه عمو، هدول قبائل المايا عندهم هذا الشراب مقدس، لانهم بيعتقدوا انه شفة واحدة منه قبل الاكل بتمنع الامراض عن المعدة وبتحميها. بس يا بابا نحن مو متعودين على هيك شي. ايه صحيح،
بس طالما الشغلة ما فيها ضرر فشو المشكلة إنه نقتدي بشعوب وقبائل المايا؟ اتفضلوا شوفوا شفة. شلون لقيتوا؟ طيب كتير مو هيك؟ ايه طيب كتير. شيء مزوقين كتير هدول قبائل مايا. شو هالحكي؟ يا ريتك شفتن يا عامر، عندن عادات بتطير العقل. تفضل يا جماعة، ولا شو رأيكم اسكب لكم انا؟ يا ريت والله. واحد لا تسكبي لحدا. ليش لك امي؟ لانه عادة السكب عن شعوب الاستيك عادة مشعة كتير. الله العظيم، ليش شعوب الاستيك ما بيسكبوا لبعض؟ لا طبعا، لانه بيعتبروا هالشغله فيها حجز لحريه الضيف وانتقاص لكرامته. بقى يا ريت كل واحد يسكب لحاله. ماشي الحال، يعني على طريقه الامريكان كل واحد بيسكب لحاله. سيرف يور سيف. بتعرفوا يا جماعه، لما سناء دريت انكم حتتغدوا عنا اليوم اصرت انه تطبخ كل شيء بايدها. تسلم لقلبي على هالهمه العاليه. يسلموا ايديك يا سناء، بالفعل الاكل ظريف. يعني عجبكم نفسي على الاكل؟ طبعا حبيبتي، نفسك كتير كتير طيب على الاكل. ايه ما بدها اثنين يحكوا فيها. وانت عامر؟ شيء لذيذ كتير. يا ترى دقتوا لي هالسلطه؟ انا شايفه ما حدا قرب عليها. اني هاي؟ ايه انا لسه ما دقتها. اصبح دقوا لي اياها، انا عملتها حسب طريقه قبيله ناكدا مكدا بمجاهل الجابون. هاي السلطة اللي قدامي؟ مظبوط. بقى يا ريت تدوقوها وتقولوا لي رأيكم فيها. شلون لقيتوها؟ طيب كتير. هلا هاي السلطة تبع قبيلة نجدة نجدة؟ ايه نعم، وهي ما بيعملوها غير بالمآدب الاحتفالية وللضيوف المهمين. شي ظريف كتير فعلا، طعمتها لذيذة كتير فعلا. بس حاسس انه طعمتها غريبة شوي. شو حاطة فيها انت؟ لا عمو، كل شي طبيعي. يعني في ملفوف احمر وجزر وشوية توابل وزيت البابايارو. شو يعني شو هذا زيت البابايارو؟ عمو هذا زيت بيعملوا له خلطة خاصة وبيعبوه بأناني بيستخلصوه من مخ السعدان. من مخ السعدان؟ ويا كلا ناوية تتوظفي بهالشهادة تبعك يا سنة؟ هلا شو اتوظف؟ معقول ادفن حالي بالوظيفة؟ لكن شو ناوية تشتغلي حبيبتي؟ بصراحة أنا ناوية اشتغل باحثة. هو الحقيقة سنة عندها مشاريع كتيرة وطموحات كبيرة، وسناء مفكرة تعمل بحث عن عادات وتقاليد المجتمع السوري وتطبعه بكتاب. عظيم، شي حلو كتير، والمكتبة العربية تفتقر لهيك كتب. هو طبعا هالكتاب أول خطوة فعلية، بس أنا عم فكر بصورة جدية إنشاء مركز أبحاث على مستوى عالي. ويا ترى مانك حاطة مشروع الزواج ضمن مشاريعك يا سناء؟ أم عامر معها، وطالما سيرة وانفتحت فيا أبو جودة أنا حابب نحدد موعد لحتى نحكي بالتفاصيل. بصراحة يا جماعة نحن حابين نفرح بعامر وسناء. يعني بتعرف صار لنا هلأ 4 سنين قريانين الفاتحة، الموضوع صار لازم يصير رسمي. ولو يا أبو عامر، لحنا أهل وما في فرق بيناتنا. يعني أنتوا فصلوا ونحنا بنلبس. أنتوا فصلوا ونحنا بنلبس. مثل حلو كتير ماما. عن إذنكم لحظة بس قبل ما أنسى لحتى سجلوا، هذا بينفعني بكتابي الجديد. أنتوا فصلوا ونحن بنلبس. الله وكيلك قلبت معتي من هالغدا. يعني ما بقى إلا تجيب لنا كم سنارة رفيعة وتقلنا كلوا مثل ما بياكلوا أهل الصين واليابان. فعلا زودتها سناء شوي. قال شو بدها تغدينا على طريقة قبائل المايا، وتشربنا قهوة على طريقة بلاد القوقاز، وتسهرنا على طريقة شعوب الأسكيمو. بس اطمني يا أم عامر، هالحالة ما بدهم كتير. إيه شو عرفك إنه ما رح تدوم؟ يا أم عامر، سناء هلأ لساتها متأسرة بدراستها وبالجو يلي كانت عايشة فيه، بس بكرة أكيد رح تصطدم بالواقع ورح ترجع لحالتها اللي كانت عليها. يعني بظرف سنة زمان بتشوفي قدامك سناء تانية، كأنها لا راحت درست بأوروبا ولا بطخت. إيه وبركي ضلت هيك،
والله يا أبو عامر إذا بدي تضل على هالطبايع هاي رح تعذبنا كتير. ها لا ستي اطمني، ما في شي بيضل على حاله لأنه دوام الحال من المحال. حلو كتير هذا المثل اللي قلته. لحظة بس لحتى سجله. لحظة يا سنة يا حبيبتي، تركينا هلأ من الأمثال وخلينا نحكي أنا وياكي بشي مفيد. حكي مين ماسكك؟ حكي سناء. أنا طلبت شوفك على انفراد لحتى نعرف نحكي، لأنه بصراحة قدام أهلي وأهلك ما عم نعرف نحكي شي بنوم. طب حكي شو بدك تقول؟ حكي. أنا حابب أحكي أنا وياكي عن مستقبلنا، شو رأيك؟ شو بو مستقبلنا؟ لك شلون شو بو؟ شلون شو بو مستقبلنا يا سناء؟ سناء أنا حاسس إنك مو مهتمة بهالموضوع بدوب بدوب. أنا موضوع؟ هلا لا تخيليني، شلون يعني أنا موضوع؟ شلون؟ يا سناء موضوعنا أنا وياكي، ولا أنت رجعتي بكلامك؟ شوفي سناء إذا رجعتي بكلامك قولي لي، قولي لي لا تستحي، ترى يعني أنا ما رح بزعل. يعني أنا درست سلوك وطبايع البشر وعادات وتقاليد الشعوب من الشرق للغرب، لحد هلا ما مر علي إنسان مثل حالتك. أنو حالة؟ يعني ما مر معي واحد بيحكي مع خطيبته بهالطريقة. خطيبته؟ معناته الموضوع لساته ببالك؟ طبعاً ببالي. إيه عظيم كتير كتير عظيم سناء. معناته شو رأيك هلا نتفق ونحدد موعد العرس؟ أنو عرس؟ آمنتو بالله على هالنهار. لك شو أني عرس؟ شو كنا عم نحكي من شوي؟ سناء حبيبتي عرسنا أنا وياكي، ولا أنتي مو ناوية تعملي عرس؟ ناوية أعمل عرس، طبعاً ناوية أعمل عرس، بس ما بدي إياك تعمل لي عرس تقليدي. طيب شو بدك لك؟ يعني يا عامر أنا من زمان بحلم إني أعمل عرس على طريقة أهالي جنوب ماليزيا. أهالي جنوب ماليزيا؟ عفواً يعني بس شلون بيتجوزوا أهالي جنوب ماليزيا؟ شغلة بسيطة كتير وحلوة كتير. شوف بتروح العروس بتحبس حالها ببيت كبير وبتحط حوالين هالبيت أربع حراس، كل واحد منهم قد الدور، طول بعرض بعضلات مفتولة. ايه اها. العريس بقى بده يروح يخلصها من بين ايدين هالحراس الأربعة، إذا قدر يخلصها كانت العروس من نصيبه، إذا ما قدر كل واحد بيروح بحال سبيله. بس يعني عفواً لحظة لو سمحتي، هلأ العريس بده يروح يخلصها من بين ايدين الحراس؟ يعني بده يتعارك معهم؟ بده يضربهم؟ طبعاً بده يتعارك ويضحي ويقاتل ويحارب، لكن شو مفكر أنت؟ إن شاء الله بده يخلصها بالمفاوضات والحوار. لا عيني لا ما عجبتني هالطريقة سنوقة حبيبتي. طيب شو رأيك تلاقي لك شي طريقة أسهل من هي؟ ها؟ أسهل من هي شوي حتى أقدر أنسجم معها أكثر. قال إذا ما بدها تتجوز على طريقة شعوب جنوب ماليزيا، ايه بدها تتجوز على طريقة فرسان العصور الوسطى. لعمة شلون هالطريقة بقى؟ لك بدها يعني بدها يعني البسها لبس فارس وركب لها على حصان أبيض، ها وروح لعندها ركبها على حصان واجي لهون. يو شو الحكي هاد؟ يعني ما أحلاني راكب على حصان وطالع من مساكن برزي على المزة، قسما بالله لصير فرجة بين البشر. ولك هذا إذا ما فكروني مجنون وسحبوني على قصير. شو أبو عامر؟ شو رأيك بهالحكي؟ مبين إنه هالبنت واشة منوب ما في كلام، يعني لأنه هاد الحكي مو حكي عقلين أبدا. طولي بالك طولي بالك يا أم عامر، لا تنفعلي كثير. نحن مع البنت ما قلنا حكي منوب. أنا بكرة رح شوف أخي أبو جودت وتفاهم أنا وياه. بابا ما بصير الحكي، وين عايشة أنت؟ ليش أنا شو عملت؟ هذا الحكي مو مقبول، فإذا ناوي تتجوزي ابن عمك عن جد فلازم تتجوزيه حسب عاداتنا وتقاليدنا. اما اذا عم تسلي تسلاية فهذا شيء تاني. لا ياك شو تسلاية؟ شو بتقنيانا نصير علكة بلسان العالم؟ قولي هالحكي لبنتك يعني ناوي تساوينا مسخر على اخر العمر. إيه بس يا بابا انا ما طلبت شيء مستحيل، يعني انا من حقي اعمل عرس بالطريقة اللي بدي اياها، يعني وبصراحة انا ما بدي اعمل عرس تقليدي. اصبح بهالحالة لعيلك عريس مجنون مثل حكايتك يبل بهالحكي، وما في داعي تمرمط ابن عمك وتبهدليه هو بعيد شبابه. طول بالك ابو جودات على مهلك على البنات، كل شيء بالرواق بيصير. يا ام جودت انا طفح الكيل فيه وما عتقدر تحمل العلاج المسطي. شوفي سناء، يا بتقبلي بابن عمك وبتعملي عرس مثل العالم والناس، يا اما انت حره تصطفي كل واحد يروح بحال سبيله. لا خلص بدها ولا يهمك، خليها تحكي هي. شو قلتي سناء؟ خلص بابا قبلاني بعرس عادي بس على شرط. شو هو الشرط؟ بدي البس اسود بالعرس. نعم بجزر المالديف العروس بيلبسوها اسود لأنهم بيتفائلوا كتير بهاللون،
وبيعتقدوا انه بيطرد الارواح الشريره وبيفك النحس وبيخلي الزواج يدوم للابد. بقى مشان الله خلوني حقق هالامنيه بس. مجودات. نعم. انا وليدي حبيت ضغط الله يرضى عليك. ايه شو قررتوا اخيرا؟ اتفقنا نعمل كل شيء على الهسي. شلون يعني على الهسي؟ يعني بلا عرس. هلا هاد اللي طلع معكم؟ يعني معقوله انا جوز ابني الوحيد على الهسي وبدون حفله عرس؟ والفرحه اللي من طول عمري عم بستناها بدكم تنزعوا لي اياها انت واخوك الافندي بجره قلم؟ ما في قدامنا غير هالحل يا ام عامر. يعني ما احسن ما تطلع لنا سناء كل يوم فنه جديده؟ بقى انو احسن عرس على طريقه اهل جنوب ماليزيا او شمال المالديف او وسط كازاخستان او مجاهل الجابون او برار التيبت، اما بلا عرس احسن. ما بعرف، تصطفل منك لابنك. شو رايك بابا؟ خلص بابا منيح هيك، المهم هلا النتيجه، وانا شغله الاعراس هي كلها ما بحبها. عظيم كثير، معناته اتفقنا. يلا بخاطركم، مع السلامه بابا. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. بتعرفي سلام، انا من زمان عم بنتظر هاليوم اللي رح بيجمعنا مع بعض. دخيل اسمه الرب بالاخير حقق لي حلمي. وانا كمان. بس شو؟ بصراحة انا كنت بتمنى اتجوز بغير هالطريقة هاي، بس انت خيبت لي املي. الله يسامحك سناء. معلش، غير مرة ان شاء الله، قصدي ملحوقة. شو غير مرة وملحوقة؟ ليش الواحد كم مرة بتجوز بعمره؟ بعرف انه راحت علي، راحت. سناء شو رأيك تقلبي لنا هالصفحة ونفكر انا وياكي بمستقبلنا؟ شو رأيك؟ مثل ما بدك. ما رح تغيري اوعيكي؟ لا طبعا لا. نعم؟ لازم اعمل مثل ما بيعملوا بكمبوديا. كمبوديا؟ ليش شو بيعملوا بكمبوديا؟ العروس لازم تضل باوعيه 20 يوم. 20 يوم؟ شو هالحكي؟ وعلى فكره كل واحد فينا لازم ينام باوضه لحاله. هيك كمان بيعملوا بكمبوديا؟ لا هي عاده بجنوب البيرو، بس على كل حال يعني اعمل حسابك 20 يوم تنام بالصالون، وفي شغله مهمه لازم اقول لك عليها. خير ان شاء الله. امك ما لازم تزورنا اول 3 شهور. وليش بقى؟ حسب عادات طائفة بالهند الحماية ما لازم تشوف الكنة أول 3 شهور. يعني إذا حصل وإجت حماتي على البيت ما لازم تشوف وشي ولا تسمع صوتي. هي من جهة. من جهة تانية عمل حسابك إنه نضل 10 أيام ناكل أكل بزيت، هيك بيعملوا بالباكستان. إيه وشو كمان؟ بدك تحملني كل يوم الصبح وتدور فيني 7 دورات بالصالون، هي حسب عادات غجر رومانيا والبلقان. وشو كمان يا ست الحسن؟ في ضيعة بإقيانوسيا ما بيخلوا العروس تمد إيدها على شي بأول 10 أيام، يعني المسح والطبخ والجلي رح يكون عليك بأول 10 أيام. وشو هالحكمة العظيمة هي بقى من هالعادة؟ طبعاً لأنه بيفهموا الوحدة بتكون مستوحشة أول 10 أيام، مشان هيك ما لازم تشتغل شي. وبعدين لازم تعمل لي حسابك، أنا ما فيني لحظة لا تكملي. عامر وين رايح؟ راجع. مالك شايفة؟ قط أسود لونه كمان. قولي يا ماما مشاء الله بعده عني، ليه بتعرفني اني بخاف من القطط؟ رح بعده عني بس بعد ما امصع رقبته مصع وقدام عيونك وهلا بتشوفي. يا امي لك ليش محرم عليك؟ لا ستي محرم علي، بدي امصع رقبته مصع وعلى الطريقة الشامية القديمة لحتى تصيري تخافي مني وترش في قصب. ها قصب ترش فيه لما تشوفيني. شو رح تعمل؟ وشوفي بعينك منيحة شو رح بعمل فيه. سجلي هاي عندك بالكتاب بجوز تنفعك. بسم الله الرحمن الرحيم.